الحمد لله تمام، احكي لي. مش عارفة ابتدي منين. احنا أسرة مأساة، بس هو موضوع البرنامج، يعني موضوع الحلقة النهاردة هو علينا وشوية أكتر. احكي لي بقى. يعني مش عارفة احكي لك من أخويا ولا من أختي، بداية من أخويا انتوا ولا كم من اخ أختي. واخت؟ احنا 3 بنات وولدين. ها بعدين. أختي لينا أخت الكبيرة، ليهم مهمتها في الحياة إن هي تتهمنا بشرفنا، إن هي تتكلم علينا كلام وحش جدا، بتوقع بين الإخوات كلهم. يعني إحنا عندنا أخين بس، دايما توقع بينهم، لدرجة وصلت أخويا الصغير اللي هو بينه وبين أخوه الكبير أكتر من 15 سنة، وأخويا الكبير ده حنين جدا، وصلته ان هما يتخانقوا مع بعض وكانوا هيضربوا بعض. ليه بتعمل كده؟ ليه؟ هي عندها حقد وغيرة بطريقة مش طبيعية. هي اتجوزت زمان غصب عنها، لكن كلنا عشنا، يعني كلنا اخترنا، كلنا عايشين حلوة قوي الحمد لله وحياتنا حلوة. فهي بقى طلعت كل ده، بس الحقد والغل ده ما ظهرش غير بعد ما امي توفت. كانت بصي عايزه اقول لك ان هي كانت بتحاول بكل الطرق تدمرنا. ونرجع المشكله فيا انا بقى، ان انا ارجع اسامحها. هي ظروفها يعني على قدها، واساعدها، كنت اشتغل شغل، يعني شغل واتنين عشان اساعدها. فرق بينك وبينها كام سنة؟ فرق بيني وبينها حوالي 10 سنين. وهي متجوزة ومش يعني حالها على قدها في جوازتها، بس وانتوا ربنا كرمكم. طيب وانتي كنت بتشتغلي وبتساعديها. طيب من وقبل ما اتجوز، طيب وعمرنا كلنا ما حصلنا عنها حاجة. طيب ايه بقى المشكلة؟ يعني هي ما قدرتش ده ليه؟ ما نعرفش. عايزة اقولك ان مثلا تحصل مشكلة، يعني خلت اخويا اتخانق مع اخويا التاني بتوقيع منها هي، ولما قعدنا وواجهنا بعض هي طبعا طلعت كدابة. فجيت سألتها قلت لها، هو انتي ليه اول حاجه بتعمليها ان انتي بتتهمينا انا او اختك في شرفنا؟ ان انتي تتهمي مثلا اخوكي انه حرامي مثلا، يعني انتي ليه بتعملي؟ تيجي تقولي ايه، ما انا بتاسف لك وخلص الموضوع. يعني انا لو متجوزه راجل مش كويس وعارف مين اللي معاه، هيفتكر ان انا فعلا حد مش كويس. هي بتوصل له يعني، بتعمل هو بيبقى شوشرة جوازاتنا بتبقى موجوده، وبتعمل شوشرة وكده. وعملت ده فعلا بالفعل مع جوزي، عملت شوشرة كبيرة جدا. بس طبعا جوزي عارف، هو عارف، يعني هو ان يعرفني هي مش مظبوطة. طب قولي لي، هي بتقول لكم انا بعتذر لكم؟ يعني بتعترف بغلطها؟ لا خالص. هو لما اتهمتني انا تعبت، قلت لها انا هعمل محضر في القسم. انا كنت انا متجوزة في الوقت ده، وراح اخويا الكبير، اخويا طيب قوي الكبير، جابها وجالي البيت واتأسفت لي وكده. وللأسف أنا سامحتها ودخلت بيتها تاني، ودخلتها بيتي، وقفت أختك، جنبها برضو أكتر من مرة. ما هي أختك. تتخيلي تتخيلي من ورايا تقول عليا، يعني هي ظروفها صعبة جدا، بتاخد ده بتستلف مني فلوس. ده طب انت مين بيوصل لك الكلام ده؟ ما هو اللي بيوقع بينكوا ده برضو مش مظبوط. ما أنا هقولك، احنا ساعات كلنا بنتواجه، لأن هي المشكلة الأخيرة هي عايزه تاخد ورث وابوها عايش. وللاسف احنا يعني لينا اب بيقف يتفرج علينا، واحنا ممكن نموت بعض. ف شخصيته ضعيفة. بصي، هو معرفش بيعمل كده ليه. يعني انا امي ما كانتش كده خالص، بس هو معرفش بيتفرج علينا ليه. ما بيعترضش، يعني مثلا لما تتهم بنت، يعني بنتك في شرفها، يعني ايه دورك؟ جوزي رد قال كان المفروض يقوم يضربها، يقول لها خلاص انا ما انا ما خلفش بنت مش كويسه، انا بناتي محترمه. لا هو قاعد يتفرج ويقول، يعني ما بيشهدش مع اللي معاه الحق. طب قولي لي، انتوا وصلتوا لايه مع اختكوا دي؟ هل احنا قطعتوها؟ دي خلاص بقى، احنا فضلنا على كده سنين 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 طويله. يعني قولي مثلا اكتر، يعني من 15 سنة على الوضع ده، من ساعة ما كبرنا وكده. آخر حاجة بقى خلاص قررنا قرار نهائي
ان كلكم؟ هي لا تقع. لا انا واختي واخويا، لانها كانت اتهمت مرات اخويا برضو في كلام مش كويس، وقالت ما قلتش رغم انها قايله لناس كتير. قطعتوها غير كده تماما ولا بتسألي عليها في الأعياد مثلا أو خالص، كده؟ لا احنا كان لسه قريب الموضوع، فقررنا ان احنا نقطعها للابد، لدرجه قلت لها لو قالوا لك انه اختك ماتت اوعي تجيلي، انا فعلا مش عايزاكي تكوني موجوده لا في حياتي ولا في مماتي، لانها تعبتني قوي اكتر واحده في الدنيا، وقفت جنبها وكنت باجي على بيتي واخد اجري عليها حتى وانا متجوزه، اجري عليها كل ما يحصل طب حاجه لو ماشي. اختك احتاجت لكم او تعبت او حصل لها حاجة؟ انا خلاص عارفه انت، انا من الناس اللي ايه بتسال تسال احتسام احتسام، بس في كتر القسوه قسوه ومش لاقي حد يطبطب ولا يقول دي انت كويسه، فخلاص طيب وهي يعني الوح قلبي من جنبي. نفسها كده من غير ما حد يغيرها من ناحيتكم يعني هي اللي هي دي لوحدها كده؟ طبيعتها، دي طبيعتها. طيب وهي يعني مش مامتك اللي مربياك وهي اللي مربياها؟ بالظبط ايه اللي بالظبط، عايزه حصل؟ ايه اللي حصل لها؟ اللي هي حصل فيها الشخصيه دي فيها حاجه غريبه، لا كل مشكلتها احنا حاسين انها معقده، انها كانت اتجوزت غصب عنها، بس بالظبط. دي مش مشكلتنا احنا. بس في حاجه تانية، اخونا الصغير كان محترم قوي وكويس قوي، اتجوز بقاله سنه، مش عايزه اقول لكم اتغير تماما، لان هو ساكن جنبها اتغير تماما. مراته حسبي الله ونعم الوكيل، دايما اهلك اهلك وحشين، اهلك اهلك اوعى تكلم اخوك، اخوك ده بيسرقك، اخوك ده مش كويس، رغم ان اخونا الكبير ده حنيه الدنيا فيه. حول ولا قوة إلا بالله. وهو يسمع بص كلامها ليه؟ هو عايزه اقول لك ان من يوم ما دخلت مش حابه سلفتها، مش حابه حد خالص، وكل ده مش قدامنا، تيجي قدامنا كلامها حلو قوي 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 يا استاذه دعاء، من ورانا عامله بلاوي، لدرجه بقول لك اخويا ضرب اختي، واختي دي هي اللي كانت واقفه، هي اللي مجوزاها له، أختك وهي التانية. اللي كانت واقفه على جهازه وحاجته. طيب احنا انا حاسه اسمعي ان بقى، في حاجه اسمعي غلط. رأي الأستاذة مروة في القصة دي وشوفي احنا ممكن نتعامل ازاي بأقل خسائر، لانه برضو احنا بنقطع صلة رحم، واحنا صلة الرحم مش بالمكافئ، لكنه يعني اللي بيأذينا بنقابل الإساءة بالإحسان، بنحاول يعني بقدر الإمكان. فاسمعي كده رأي مروة في القصة دي. بصي، ده اللي كنا لسه بنحكي عليه، هو ده الارث اللي الام سابته. الكبيره اتجوزت غصب عنها شخص هي مش عايزاه ومش موافقه عليه، والاربعه اللي بعديها اتجوزوا ناس هم اللي مختارينهم وهم اللي حابينهم وهم اللي عايزينهم. ده بقى فجر ارث الكره والتفرقه بين الاخوات. هي بتقولك بعد ما ماما ماتت اتغيرت، هي انتقمت من امها ومن اجبار امها في انها عملت ايه؟ انا لازم ابوظ حياتكو زي ما انا حياتي بايظه. فعشان كده ده في اللاوعي بقى، طبعا ده في اللاوعي، اصل ده الناس ما اكيد. بتعترفش ان هي لا 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 لا، شريرة انت ولا هي خلي بالك يا جماعه، اللاوعي ده انت بتعمل الحاجات اوتوماتيك كده، انت لو ما انت لو بتفكر فيها على الاقل وعيلها مش تعملها. والدليل على كده يا دعاء انها كانت بتعمل ايه مع البنتين؟ كانت بتخبطهم في شرفهم، لان عارفه ان خبطه الشرف دي هي اللي هتبوظ الجوازه اللي انت مرتاحه فيها، هي اللي هتخرب بيتك وتجيب من الاخر.